شكرا اخي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية اخي الرئيس، أحب أن أشكر أعضاء اللجنة الإسكانية الأخوة الزملاء والمكتب الفني وكذلك الفريق الحكومي الذي أشرف وأعد وأنجز هذا القانون وأخرجه جاهز لحيز التنفيذ. هذا القانون حقيقة اللي طال انتظاره يعني طويلا حتى يحل أزمة إسكانية بالفعل كان يعاني منها أكثر من 120 ألف طلب إسكاني. نتكلم عن 120 ألف أسرة كويتية، بمعدل كل أسرة كويتية إذا كنا نقول 5 من أفراد الأسرة الكويتية كمعدل، إذا نتكلم عن 500,000 أسرة كويتية تنتظر، معناته ثلث المجتمع الكويتي أو السكان الكويتيين ينتظرون هذا القانون. هذا القانون طبعا ما يعني يميزه كما شرح الإخوان أنه هو استدامة للحلول الإسكانية، وهذا شيء طيب صراحة، وهذا نسعى إليه في كل القطاعات، أن يكون عندنا استدامة في القطاع الإسكاني، في الاقتصادي، في الأمور التجارية الاستثمارية، كل القطاعات. لذلك عندما يأتي هذا القانون ويطبق، الأهم أن يطبق ويكون قابل التطبيق كما ذكر الإخوان، لكن الأهم أن يكون التنفيذ، يكون عندنا إدارة حكومية بالفعل تواجه وقادرة بمهنية عالية في تطبيق وتنفيذ هذه الوحدات السكنية على أرض الواقع، حتى تقلص الفترة الزمنية، وهذا الهدف، تقليص الفترة الزمنية للقضية الإسكانية من 20 سنة إلى 5، 7 سنوات، 10 سنوات على مراحل، لكن الهدف بالنهاية تقليص الفترة السكنية في الانتظار حتى يكون هناك استقرار أسري بالفعل، بالإضافة إلى يكون عندنا خدمات مهمة جدا في كل قطاع سكني، كل وحدة سكنية، مدن سكنية تراعي التوزيع المناسب للوحدات السكنية مع الخدمات والبنية التحتية، كذلك شبكات مهمة جدا، عندكم شبكات مواصلات على مستوى عالي، سكك حديدية، مترو، تؤدي إلى هذه المناطق السكنية والمدن السكنية وكذلك إلى قلب العاصمة. كل هذه المشاريع يجب أن تكون وتراعي بالحسبان المشروع المتكامل للمدن السكنية حتى تحقق العائد الاستثماري التجاري الاستقرار السكني الاجتماعي من هذا القانون. إذا ما حقق هذه الأهداف فلا يكون إحنا بالفعل لن نمكن من تحقيق أهدافه. الهدف الأولي تقليص فترة الانتظار للأسرة الكويتية حتى يكون استقرار أسري وأمن اجتماعي، كذلك تقديم خدمات على مستوى عالي، الاستفادة من كذلك الخبرات السابقة والأخطاء الجسيمة اللي حصلت في الوحدات السكنية السابقة والتي تم إنجازها في مدن إسكانية كشمال غرب الصبيخات وغيرها من المدن وجابر الأحمد، حتى بالفعل يكون عندنا بالفعل مدن إسكانية متكاملة تحقق الأمن الاجتماعي وكذلك الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماري والتجاري، ويكون هناك بالفعل سهولة الوصول لهذه المدن الإسكانية من خلال شبكات مواصلات متطورة كالسكك الحديدية والمترو وغيرها من شبكات المواصلات، حتى تكون عندنا بالفعل مدن إسكانية على مستوى عالي، مدن ذكية. نتطلع إلى يكون عندنا مدن ذكية على مستوى عالي، يكون هي بالفعل نموذج يعني يفتخر به. والمهم بالموضوع كله التنفيذ، يكون التنفيذ حسب مراحل يحقق الهدف من هذا القانون. في النهاية أشكر كل من ساهم في هذا القانون، وبالفعل نحتاج إلى قوانين أخرى كقوانين قانون التمويل العقاري وغيرها من القوانين التي تكمل هذا القانون حتى تحقق الاستدامة من هذا القانون. شكرا أخي الرئيس.